اهلا بحضراتكم مره تانية. الفقره الثانيه من البيت الكبير يوم الثلاث انا بنتظرها على المستوى الشخصي، بنتظرها بشكل كبير جدا، لان احنا بنتكلم في حاجات فعلا بره الصندوق شويه. بنتكلم على المحترفين المصريين اللي من ناس كتير جدا جدا ما يعرفوش حتى اسمائهم. اتكلمنا على حسين حجازي الحلقه اللي فاتت وقد ايه كانت حلقه مميزه جدا، ودايما بتكلم طالما بنتكلم على حاجه بره الصندوق يبقى اكيد اللي موجود بره الصندوق عمر البنوبي، الناقد الكبير والمؤرخ الكبير لتاريخ الكره المصريه. عمر برحب بيك. برحب بيك كابتن هاني وميرسي على المقدمه الجميله دي. تستاهل عمر بجد، وكانت حلقه رائعه. ان شاء الله النهارده كمان هنتكلم بشكل كبير جدا تاني عن محترفينا، الناس يمكن كتير جدا ما يعرفوهاش. لكن خلينا ابدا معاك الحلقه مع الحدث الاكبر شويه، رحيل مفاجئ لكارتيرون للاداره الفنيه نادي الزمالك، مع علامات استفهام كبيره جدا جدا على مستوى طبعا نادي الزمالك اللي في موقف صعب جدا، وعلى مستوى كمان كل الجماهير المصريه محبه لكره القدم بتسال ايه اللي حصل. يمكن هي كانت مفاجاه طبعا كبيره جدا، لانه شبه من راجل مستقر مع نادي الزمالك، حقق بطولتين، صحيح بطولات من ماتش واحد لكن في النهايه اتكتب له بطولتين يعني مع نادي الزمالك في السي في بتاعه. لكن من معرفتي بكارتيرون وعن قرب كمان، لان انا اتعاملت مع الراجل كتير، يعني هو بعيد جدا كل البعد عن الصدمات، ما بيعملش صدمات، ما بيدخلش في مشاكل مع حد، حتى مع اللعيبه لما في اي فريق دربه عمره ما دخل في مشكله مع لعيبه ولا مع اداره. فمن الواضح ان ورا الحدث ده مفاجاه ضخمه جدا 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 تخص مستقبل كارتيرون او خطوته اللي جايه. اتقال زي ما حضرتك ذكرت ان في عرض في الامارات، اتقال ان في عرض في السعوديه، اتقال ان في عرض في مصر، اتقال ان في عروض بره كمان في المغرب. محدش بياكد، محدش بينفي، لكن الحدث نفسه غريب جدا. يعني من معرفتي بشخصيه كارتيرون دي حاجه. الحاجه الثانيه بس اللي استوقفني في الموضوع ده قوي، انه يعني انا ما بحبش ادخل في حته الترند والتحفيل والحاجات دي، لكن كنت شايف طول الفتره اللي فاتت يتكلموا عن رينيه فايلر وهو في اجازته وعندنا مدرب ما بياخدش راي المدام وحاجات، او المدرب بتاع كوتار. يعني بيني وبينك يا كابتن مش حلوه بصراحه، موقف غريب جدا. وفكره ان انا مجهز شرط الجزائي وبدفعه وانا قاعد والحاجات دي، سيناريو اغرب من الخيال، ما شفتوش قبل كده حتى في الدوري المصري بصراحه. يعني ما شفتش مدرب راح فجأة كده يا جماعة الشرط الجزائي بتاعه اهو السلام عليكم. مقرر، هو رايح مقرر من بدري. من بدري من بدري، ودي اللي هقول لك عليها. أكيد القرار ده مش من امبارح ولا امبارح، أعتقد القرار ده متاخد بشكل كبير من فترات طويلة. وهو يعني ما بينش حتى للإدارة دوت، أو خلي بالك ممكن يكون ممكن على سبيل يعني الاحترافية ممكن يتكلم معاهم، أنا عندي مشكلة بكذا، طب حلوا لي كذا. من الواضح إن هو خزن وفجأة راح مطلع الموضوع بشكل مفاجئ جدا. وانا ارجعت دوت يعني توافقني الرأي او لا، ان عملية خلي بالك مع احترامي طبعا لإدارة نادي الزمالك، لكن دايما السمعة بتوصل، انك لما يكون في نادي في اي حتة في العالم مدربين الاجانب بيجوا بيقالوا بشكل غير مهني وغير محترف، ده بيسمع المدرب بيكلم ده وده بيكلم ده وده بيكلم ده. فاعتقد كارتيرون هو كان عنده كمان قناعه ان هو حتى لما بيعرض عليه فلوس زياده، طب نديك ضعف المرتب، لا انا ماشي، طب نديك ثلاث اضعاف، لا انا ماشي. فهو بالنسبه له كمان هو عنده تخوف انه ممكن جدا في اي وقت من الاوقات يخسر مباراه ويمشي. يعني اعتقد ان ده بنسبه كبيره صحيح، وفي نفس الوقت كمان زي ما حضرتك ذكرت سمعه نادي الزمالك مع المدربين الاجانب سيئه جدا. يعني ما افتكرش ان في مدرب اجنبي ساب نادي الزمالك بشكل فيه احتراف او شكل فيه حتى نوع من انواع الاتفاق المشترك بين اداره النادي والمدرب. دايما يا اما بتكون اقاله مفاجاه يا اما هروب للمدرب. يعني انا شفت قبل كده جورفان فيرا ساب النادي ومشي، ده حصل له موقف اغرب من الخيال، انه داخل الاوتيل قالوا له الاوتيل مش مدفوع فمش هنقدر نطلعك من الاوتيل. ف قال لهم فييرا اللي هو كان لا فييرا كمان فييرا فييرا راجل محترم جدا، قال لهم طيب يا جماعه شكرا للاوتيل، الحساب كام؟ الحساب كذا، اتفضلوا ادي فلوسي. وطلع خد شنطته ومشي من مصر. باشيكو هرب وراح في البرتغال فضح الدنيا، ايناسيو والخناقه الفظيعه اللي حصلت وبرده نفس الكلام. فاعتقد انه ما فيش سيناريو كان طبيعي في خروج مدرب من نادي الزمالك اجنبي.
يعني ولا مصر صراحه ولا مصر كمان خلينا نتكلم، لكن الاجانب بالذات لان دي كمان سمعه بلد بالظبط، سمعه نادي كبير، نادي الزمالك نادي صح. كبير اسمه كبير في على مستوى افريقيا، ويعني السمعه دي بتفرق انك لما بتمشي مدرب، ما هو المدرب ده هيروح هيقول انا مشيت ازاي في بلده يعني هتبقى فيه الشكل مش حلو. على الجانب الاخر يعني لما بنتكلم على تعامل النادي الاهلي مع المدربين حتى على المستوى فسخت عقدك لاسارتي مثلا على سبيل المثال، كان في بعض الانتقادات، فالنادي الاهلي عمل ايه؟ حفله محترمه بيقدم له فيه هديه بكل احترافيه، بنقول لك شكرا على المده اللي انت قضيتها. الشكل دوت الشكل الاحترافي بيفرق زي ما بقول لك، على كمان مستوى المدربين اللي هيجي لك، ما انت خلي بالك بالزبط. اللي جاي لك كمان عنده فيدباك وعنده داتا كتيره جدا. المدرب الاجنبي لما بيجي بيسال والله يا عمر انت اشتغلت في النادي الاهلي اخبارهم ايه معاك؟ يعني انا كمان على سبيل المثال الايجنت بتاع فايلر صديقي سويسري بيكلمني بيقول لي فايلر النادي الاهلي بيكلمه اخبار النادي الاهلي ايه؟ لا فقلت له النادي الاهلي 1 2 3 4 5. ف يعني دي كمان سمعه للنادي انك بتماتش او مدرب ياخد الخطوه ديت، اعتقد برضو للاسف شكلها وحش قوي 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 في حق نادي الزمالك. بمناسبه النقطه دي يا كابتن هاني، من الكواليس بسرعه كده، كان في فرانكي فيركاوترن وده مدرب بلجيكي كبير جدا ومن نجوم بلجيكا الكبار، وكان بيدرب اندرلخت، جه هنا بعت ابنه لانه بيشتغل معاه في الجهاز المعاون، كان جاي نادي الزمالك، دخل طلع رجع لقيت فيركاوترن بيكلمني قال لي مستحيل ادرب نادي الزمالك. ده كان رايه قراره يعني، هم حبوا يستطلعوا رايه فقال لهم هبعت ابني هو مساعد له في الجهاز يشوف الاجواء ويرجع. اقل من 24 ساعه رجع بلغ انه لا، وكان موقف غريب. غير كده كمان بالمناسبه يعني رينيه فايلر نفسه لما سال كريستيان جروس وهو مدير فني سابق لنادي الزمالك واخد كونفدراليه نصحه بالنادي الاهلي، مفيش رد. هو بعد ده اللي بقول لك عليه بالزبط. ان هو المدربين بتسال بعض حتى على يعني، والناس بتستغرب من الكلام لكن ده حقيقي، هو ما بيسالش الاول انا هاخد كام، يعني المدرب ما يقولكش انا يعني الجزء المالي مهم جدا، لكن يقول لك استقرار النادي ايه، شعبيته ايه، بطولاته ايه، الاستقرار الاداري والناس اللي هتعامل معاها على مستوى الاداره ايه، النادي ده عنده فيجن لقدام، شغال بفيجن قدام ولا لا. فكل ده حاجات إن الحمد لله النادي الاهلي موجود وبيتعامل معاه من خلال حتى غير المدربين الاجانب، حتى على المدربين على المستوى المصريين او المحليين يعني. وطبعا لاسارتي كمان اكبر دليل يعني، لاسارتي بيتعمل له حفله بشكل مارتن يول كمان قبله نفس الكلام بالظبط، وغيره لاسارتي ده في حفله الراجل بيتكرم بشكل كويس جدا، كل الناس حواليه اذا كان يعني ده 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 قيمه النادي الاهلي، وده زي ما بقول لك عمر ده السمعه اللي يعني بيرسلها النادي الاهلي للمدربين الاجانب يعني بالظبط. فاعتقد ان كارتيرون يعني الراجل عمل المفاجاه فين بقى يعني، منتظرين نعرف المفاجاه فين. منتظر مفاجاه بالتاكيد، لان بقول لحضرتك من معرفتي بشخصيته مستحيل يكون في شيء طبيعي في الامر يعني. هو تحس ان في يعني هو الراجل كان هادي جدا وواقف ما عندوش مفجر. اي رياكشن انه ممكن يمشي اصدار كان عامل تموين مغناطيسي للجهاز الفني وحتى على اللعيبه ما اداش اي انطباع يعني، سبحان الله يعني ما شاء الله يعني عامل شغل درامي على اعلى مستوى. طيب خلينا نخرج من القصه ديت. النهارده محضر لنا ايه يعني؟ الحلقه اللي فاتت كان حسين حجازي، ومن اول الناس اللي احترفت من النادي الاهلي في انجلترا، النهارده محضر لنا ايه؟ هو كان اول محترف بالتاكيد. يعني خلينا نقول بقى ماذا حدث بعد حسين حجازي. يمكن حسين حجازي احترف في فتره سنه 11 ما كانش فيه منتخب مصر اصلا. طب ماذا بعد تكوين منتخب مصر لاول مره اللي احنا برضو ما زلنا بنحتفل بمئويه المنتخب الوطني؟ صحيح. مئويه المنتخب الوطني بدات بفريقنا اللي لعب سنه 1920 اولمبياد انتورب في بلجيكا. الفريق ده كان فيه لعيب اسمه توفيق عبد الله، وهو من اسره تنتمي للنادي الاهلي، بعد كده هو لعب للاهلي وللزمالك زيه زي حسين حجازي، لكن هو من اسره تنتمي للنادي الاهلي وده ثابت تاريخيا. توفيق عبد الله هو ثاني محترف مصري في انجلترا سنه 1920، وده بعد مشاركته مع منتخب مصر في اولمبياد انتورب 20. يمكن توفيق عبد الله له قصة غريبة شوية، انه اول محترف يطلع بفكرة الاحتراف فعلا، انه رايح مسافر من مصر على انجلترا، انه رايح يلعب كورة في نادي، لان حسين حجازي كان مسافر يدرس بالظبط وشافوه وبيحب الكورة بالظبط، هو كان بيلعب في الجامعة وفي ودور على اقرب نادي عشان يمارس كورة، فمشيت الحكاية.
ودخل التاريخ. لكن توفيق عبد الله خرج من مصر محترف، يعني محترف اللي هو بمقاييس الزمن اللي احنا فيه، لكن بالكره القديمه اللي هي قبل التطور الفظيع اللي احنا بنشوفه دلوقتي. فتوفيق عبد الله هو انتقل من بعد الانتورب لديربي كاونتي الانجليزي. كانت قصه فيها مفارقات شويه بقى، انه عندك لعيب من منتخب مصر. الصوره اللي معانا دي يا عمر بالظبط، هنا ده صوره توفيق عبد الله، يمكن كمان في صوره لجريده توبيكال تايمز، توبيكال تايم البريطانيه، دي اول صحيفه رياضيه متخصصه صدرت سنه 19، وهو كان على الغلاف بتاعها كمان في سنه 20، وده اول لعيب مصري يتحط صورته على غلاف مجله رياضيه في التاريخ. احنا بنتكلم دلوقتي لما صلاح بيطلع على السان او تيليجراف وديلي ميل، بيبقى احنا شايفين صلاح ابننا واللعيب المصري يعني على غلاف مجله. فاحنا لا، احنا بادئينها من زمان قوي، عندنا واحد مصري ظهر على غلاف توبيكال تايمز. توبيكال تايمز من سنه 20، من سنه 20 اوائل، من 100 سنه بالظبط، من 100 سنه بالظبط، من 100 سنه. يمكن ده كان بعد ايه بقى يا كابتن هاني؟ اول ماتش لعبه مع ديربي كاونتي، فكان قدام مانشستر سيتي في الوقت ده، فريقه كسب 3-0 وهو سجل جول. ومن هنا ابهر الانجليز بشكل كبير بمهارته في الكوره، ويعني انه لعيب جاي من مصر بالشكل ده بيأدي بالاداء ده، وكان بالنسبه لهم كواليتي مختلف انه يكون موجود في بلاد الانجليز اللي اخترعوا الكوره وبيأدي بشكل ده وبيلعب في الدوري كمان، بيحرز هدف. وبالتالي بقى كمان عندك تاني محترف في الدوري الانجليزي سنه 20 بعد 7 سنين من رجوع حسين حجازي لمصر. يمكن توفيق عبد الله كمان في مفارقه في موضوع توفيق عبد الله. كان سنه كام تفتكر؟ كان سنه 23 سنه وقتها. 23 يعني كان صغير، يعني كان صغير، طلع صغير بقى. يعني هو كان صغير وفي نفس الوقت يا كابتن هاني توفيق عبد الله ما وقفش عند ديربي كاونتي. راح فين بقى بعد ديربي؟ لعب في الدوري الاسكتلندي ولعب في الدوري الويلزي، ودي برضو كانت تجربه مختلفه شويه. ورجع انجلترا تاني لعب نادي هارت بول الانجليزي دلوقتي في الدرجه الرابعه اعتقد، برضو كان من الانديه الكبيره وقتها. يعني التجربه بتاعته ما وقفتش، هو كمل في كارير الكوره. وهنا الاختلاف شويه عن تجربه حسين حجازي. اعتقد كمان انه بعد كده توفيق عبد الله خد تجربه. بالمناسبة حابب ارد على كابتن أسامة خليل في اللي قاله، انه قال انا عميد المحترفين المصريين وانا اول محترف احترفت احتراف حقيقي في أمريكا. في سنه 81. انا عاوز اقول له انه توفيق عبد الله احترف في الدوري الامريكي وكان هداف الدوري الامريكي واخد بطولات في الدوري الامريكي في العشرينات والثلاثينات، في اوائل الثلاثينات اواخر العشرينات بالظبط. يعني هو ويعني انا عامل مفاجاه للكابتن يعني انا بس يعني انا كابتن اسامه خليل لعيب كبير. دي صوره لانضمامه لنادي اعتقد فول ريفر الامريكي بعد ده بالظبط. ده في امريكا، في امريكا. فدي وثيقه كمان بالمناسبه، عشان بس ما حدش يقول احنا بنقول برضه الكلام بدون وثائق. تقريبا في اواخر العشرينات اوائل الثلاثينات بالظبط، كان 27، كانت سنه 27 1927. وبعدين يعني الشكل اللي احنا شايفينه ده لتوفيق عبد الله، ده لعيب كمل الكارير بتاعه كمان في امريكا لفتره طويله ثم رجع مصر تاني. ده غير بقى حسين حجازي، ده رجع يعني بعد فتره صغيره شويه، قعد تقريبا 7 سنين حسين حجازي. لا 3 سنين بس، سنين عشان الحرب العالميه برضو بالمناسبه. بس ده كمل يعني، راح فكرة ده كمل كمان يعني لما قامت الحرب العالميه، فهو برضو كمل. وبعد كده راح امريكا وكندا، وصل انه هداف في موسم للدوري الامريكي ب 30 جول، خد بطولات هناك. اعتقد انه النموذج ده ما كانش حد بيفكر انه يدور يعرف قصته كانت ايه حقيقي. ما احبش ان حد يزور التاريخ ولا يطلع يضحك على الناس، لانه حتى في فكره ان انا احترفت احتراف حقيقي، مع تقديري للكابتن اسامه خليل كلاعب كان لعيب مميز جدا، لكن احترفت احتراف حقيقي، امال بقى كابتن هاني رمزي وحسام وابراهيم حسن وكابتن مجدي طلبه واللعيبه الكبار دول لما احترفوا في اوروبا، وكابتن مجدي عبد الغني في وقتها برضه. واعتقد ان حضرتك اول لعيب مصري يلعب تشامبيونز ليج، ما ده الاحتراف الحقيقي، ده الاحتراف اللي هو الكوره الحديثه فعلا اللي هي بقى نقدر نقيس عليها. لكن 81 في امريكا زيها زي سنه 20 في امريكا، وما ينفعش اقول انا اول واحد او انا عميد المحترفين او كده. بتكلم على فرق زمني كبير جدا، فرق زمني 60 سنه تقريبا. يعني الموضوع مش هينفع ان الناس يبقى بيضحك عليها او ان انا اروج لحاجه وهي مش حقيقيه يعني. واعتقد ان توفيق عبد الله كتجربه تستحق الاشاده كمان، لانه بعد كده بعد ما رجع مصر ولعب للاهلي بالمناسبه، رجع تاني على كندا وامريكا وكمل
مشواره هناك واختتمه هناك. يعني هو اعتزل محترف، يعني اعتزل وهو في امريكا. هو في امريكا بالظبط يعني، اعتقد نادي لا في كندا، في مونتريال كارستيل، نادي اسمه مونتريال كارستيل، لعب واعتزل هناك، وبعد كده رجع ودرب منتخب مصر في اولمبياد هلسنكي 52. وده يعني ده كارير حتى على مستوى على مستوى تدريبي، على مستوى وبعد تدريبي. وعلى فكره واخد رخصه التدريب بتاعته من اسكتلندا كمان، يعني كمان يعتبر اول مدرب مصري ياخد رخصه تدريب، ومن اوروبا. يعني تمام. دي حاجات تاريخيه تشرف، يعني تشرف الكره المصريه. ده حقيقي، وده تراث ملك للكره المصريه كلها كمان، علشان ما حدش ياخدها في سكه اهلي وزمالك. ما هو حسين حجازي لعب اهلي وزمالك، وعلى فكره حسين حجازي ده اتنقل بين الاهلي والزمالك 4 مرات، يعني يطلع من الاهلي على الزمالك ويرجع من الزمالك على الاهلي 4 مرات، ولعب للسكه الحديد. توفيق عبد الله لعب للناديين برضه. لا ما زي ما انت بتقول، ده تراث الكره المصريه. يعني انت بتتكلم على اتنين طلعوا في العشرينيات، واحد طلع فعلا عنده 23 سنه لعب في انجلترا واسكتلند وويلز، وبعدين راح امريكا، وبعدين رجع تاني كمدرب، وبعدين يعني ده تاريخ برضو الناس كتير قوي ما تعرفوش. وده زي ما بقول لك، خلينا ناخدها كمان انك تقدر، انك قادر في يعني انك قادر تطلع، وعندك ناس كويسه جدا، وعندك مواهب كويسه جدا، وعندك بس الناس دي كانت يمكن شغلها اكتر من كلامها. دلوقتي الناس للاسف بتتكلم كتير أكتر وبتكتب على الموبايل كتير والانستجرام والفيسبوك مبهدله الدنيا يعني. طيب نتكلم شويه على اسطوره من النادي الاهلي. طبعا كان حارس يعني في كاس العالم 34 يعني مصطفى كامل منصور. بالظبط يعني يمكن بالمناسبه هو عم كمان عضو مجلس اداره النادي الاهلي السابق الاستاذ ياسين منصور، والله يبقى عمه. يمكن مصطفى كامل منصور بقى قصه ثانيه خالص. تقدر تقول انه تجربه بيقدمها النادي الاهلي برضو بعد كاس العالم 34. يمكن مصطفى كامل منصور لعب المباراه الوحيده لمصر في كاس العالم 34، كانت مباراه المجر ومصر اتغلبت 4-2. عمل انترفيو بعد كده قبل كاس العالم 2002 وقال فيه انه كنا نستحق الفوز في المباراه دي، وانه فعلا وانه الحكم ظلم المنتخب المصري بشكل كبير، وكان الجمهور في نابولي وقتها. المجر كمان من افضل الفرق على مستوى العالم بالظبط في الفتره دي كمان، في الفتره اللي هي بدايه الكوره وبدايه كاس العالم. كان المجر عندهم اجيال قويه جدا، لكن برضو الكره المصريه كان عندها لعيبه تقال في الوقت ده، وقدروا ان هم يتاهلوا مع تحت قياده مدرب الاسكتلندي جيمس ماكريا، ولعبوا كاس العالم 34. بعد كاس العالم 34 جيمس ماكريا اقنع مصطفى كامل منصور انه يسافر اسكتلندا، وانه يدرس فيزيكال اديوكيشن هناك، ويبقى يعني مؤهل كواليفايد اكتر انه يكمل في كارير الرياضه. وقتها جاله عرض انه يلعب في نادي كوينز بارك، وده من اعرق الانديه في اسكتلندا. اكيد ووقتها راح مصطفى كامل منصور فعلا كوينز بارك. في نفس الوقت على فكره كان برضو بعد كاس العالم 34 راح كابتن لطيف كابتن نادي الزمالك لعب في جلاسكو رينجرز، لكن ما كانتش المشاركه بشكل كبير. هو كان برضو كان تركيزه اكتر على انه برضو ياخد شهاده في التربيه الرياضيه هناك، يعني كانت دراسه يعني كان هدف عشان أساس. دراسه وبيلعب بالظبط يعني. لكن مصطفى كامل منصور عمل تاريخ مع نادي كوينز بارك فعلا، لدرجه انه نادي كوينز بارك ما زال بيفتخر بقصة مصطفى كامل منصور لحد النهاردة على الموقع الرسمي بتاعه. وحتى في وقتها يعني هم كاتبين عنه، ده طبعا دي يعني من الجرايد الاسكتلندية وقتها، بيتكلموا عن سيمي فاينل كاس اسكتلندا في الوقت ده ضد جلاسكو رينجرز، أعرق الأندية هناك بالظبط. وعايز أقول لحضرتك المباراة دي ليه لها يعني كواليسها إيه؟ كواليسها قوية جدا. انت بتتكلم عن ليه هم بيذكروا المباراه دي بالتحديد وحاطينها على الويب سايت. دي كانت سنه كام دي يا عمر؟ الكلام ده كان سنه 37 تمام، كان 38 بالظبط. في 38 ده كان سيمي فاينل الكاس. اللي حصل انه كوينز بارك اتقدم بهدف، وبعد كده مصطفى كامل منصور تعرض للضرب مقصود لاصابته واصابوه في المباراه دي، تعرض لاصابه قبل نهايه الشوط الاول ودخل في كوينز بارك هدف. رفض مصطفى كامل منصور انه يخرج، لان هو كان الحارس الاساسي لكوينز بارك، لان كان عندهم حارس اسمه ديزموند وايت. ديزموند وايت ده بعد كده بقى رئيس نادي سيلتك، ده كان بطل وجي مصطفى كامل منصور وبقى الحارس الاساسي. فاصيب في المباراه دي، وبعد ما اصيب رفض انه يخرج، وقال لهم انا هكمل. الدراما مش هنا بس، الدراما في انه بعد كده كوينز بارك اتقدم، رجع جلاسكو رينجرز اتعادل، بعد كده جت ضربه جزاء لجلاسكو رينجرز، وده في اخر المباراه وخلاص يعني الموقف بقى صعب. تصدى لها مصطفى كامل منصور رغم اصابته المباراه امتدت لوقت اضافي،
قدر فيها كوينز بارك انه يسجل هدف ثالث ويتاهل وساعتها الصحافه كتبت عنه الحارس مصطفى كامل منصور اللي اخذ مباراه تاريخيه الكاس من جلاسكو رينجرز. دي كواليس المباراه، لكن الاهم واللي مخلي برضو الجمهور بتاع كوينز بارك يفتكر مصطفى كامل منصور لحد النهارده انه عرض عليه عقد احتراف في نادي سيلتك مقابل 5000 استرليني في الوقت ده وبشكل احترافي كامل ورفض، وقال انا مش بلعب هنا عشان الفلوس. ودي قيمه يعني برضو في النهايه في لعيب بيبقى عاوز يبقى اسطوره وبيعاوز وحابب المكان اللي هو فيه، رغم الحسبه بالفلوس. بص النجاح الكبير اللي عمله، وال انا يعني في اعتباري وانا عارف الناس دي بتقدر الكلام جدا جدا بره، بتبقى مباراه تاريخيه بتتحط في الارشيف بتاعهم ويبقى اسمه موجود دايما جوه النادي، انه بيترد عليه عرض احتراف في الطبيعه في الطب ويكون في هذا النجاح انه طبيعي جدا يكمل، طبيعي جدا انه انت عرض عليه 5000 استرلينج في سنه 37 مبلغ كبير يعني، فرفض يعني وجهه نظر رفض ليه يعني. انا اعتقد ان هو الاساسي رقم واحد ان هو بدا في كوينز بارك وهو حب انه يكمل معاهم لانه عارف انه مش هيطول في اوروبا برضه، انه في النهايه عايز يرجع مصر، عايز يرجع مصر فهو حب انه يسيب ذكره هناك. بالاضافه الى حاجه مهمه جدا يا كابتن هاني، التعصب عند الجماهير الاسكتلنديه موجود من قديم الازل ما بين جلاسكو وسيلتك وكوينز بارك، الموضوع صعب جدا ومن زمان، لدرجه انه بالمناسبه قصه طريفه نحكيها بسرعه. لطيف كابتن لطيف طبعا لما احترف فهو راح بعد كاس العالم 34 منتخب مصر كان لابس اخضر تيشيرت الاخضر، فهو راح جلاسكو رينجرز فبيوريهم ان انا لعيب لعبت كاس عالم وبيطلع لهم التيشيرت الاخضر، قالوا له التيشيرت ده ما يطلعش وما نشوفوش تاني هنا، جلاسكو رينجرز الازرق بس، الاخضر ده سيلتك. فبالنسبه لهم كان مشكله، فهم هناك كان في تعصب. فاعتقد ان مصطفى كامل منصور حب انه يعني يقدر جماهير كوينز بارك لانه برده كانت الحضور الجماهيري بيبقى كبير في الوقت ده مش قليل، وحته الموقف زي مباراه زي دي تدخله تاريخ النادي ده لحد النهارده موجود على الويب سايت الرسمي. بالمناسبه كوينز بارك لما كاتبين القصه دي على الويب سايت بتاعهم بيقولوا انه مصطفى كامل منصور ينتمي للنادي الاهلي نادي القرن في افريقيا، يعني برضو الموضوع ده توثيق، الموضوع ده عالمي يا جماعه، توثيق عالمي تاني، الموضوع ده عالمي وده ما فيهوش هزار. كل الدنيا عارفه الاهلي نادي القرن. واتكلموا عن مسيرته بعد ما رجع مصر كمان، وانه بقى سكرتير عام للاتحاد الافريقي وانه تواجد في النادي الاهلي. يعني هو مصطفى كامل منصور نقدر نقول عنه انه اسطوره حقيقيه من اساطير الكره المصريه، لعب 49 مباراه مع كوينز بارك. ده رقم كبير، رقم كبير في الوقت ده لان ما كانش فيه مسابقات طبعا، انت رقم كبير، الدوري كان قليل، عدد الفرق بالزبط. قليل، ما كانش فيه مسابقات ولا تشامبيونز ليج ولا بطولات اوروبا ولا كل حاجه يعني رقم كبير جدا، رقم كبير وفكره انه كمان يكون بيشارك وبيأدي وبيحط اسمه في تاريخ نادي زي ده، اعتقد دي برده قصه يمكن منسيه شويه من تاريخ الاحتراف، وده اول حارس مرمى يحترف خارج مصر في اوروبا. يمكن في التاريخ انه 1906 كان في حارس مرمى مصري في سويسرا في نادي مونتريال لوزان اسمه بكير، لكن للاسف مفيش وثائق عنه، يمكن التوثيق في سويسرا لكره القدم قليل. يعني هم عندهم الكلام ده مش عندنا، يعني انت بتجيب الكلام ده كله بتجيب الكلام ده من بره يا عمر. كله بيجي من بره للاسف يا كابتن هاني، يعني انا كان نفسي ان يبقى عندنا مكتبه رياضيه وتوثيق لتاريخ الكره المصريه نقدر نرجع له هنا في مصر، واتمنى ان يكون اتحاد الكره الفتره الجايه يحاول انه يكون في متحف الكره المصريه. يعني التيشيرت حضرتك اللي لعبت بيه في كاس العالم لازم يكون موجود في المتحف ده، زي ما بيحصل مع اي لعيب وصل لكارير دولي كبير ومحترف والكلام ده كله. في متحف في الكويت فيه التيشيرتات الجيل بتاعكم يا كابتن هاني بتاع 90 طبعا لكاس العالم في الكويت، وده موجود هناك، واعتقد ان احنا كمان اولى ان احنا ندور على تراثنا وان احنا يبقى عندنا متحف نقدر نوثق فيه تاريخ الكره المصريه، لان التاريخ بتاعنا كبير ومليان. نلاقي الكؤوس الاول والميداليات يا عمر ان شاء الله باذن الله. فاصل ونرجع نكمل حوارنا مع عمر البنا. اهلا بحضراتكم مره تانية. عمر، كنا بنتكلم على التوثيق والميداليات وبنتكلم على تاريخ كبير جدا، خلينا نخش بقى على الحاضر. بالظبط، انطلاقه البريمير ليج اعتقد كان انطلاقه قويه جدا، وخاصه من جانب محمد صلاح وليفربول. شفت الاسبوع الاول من البريمير ليج ازاي؟ يعني زي ما حضرتك قلت انطلاقه محمد صلاح كانت قويه جدا، وده شيء يسعدنا كلنا طبعا.
ثلاث اهداف في اول مباراه. المباراه كانت برضو صعبه قوي، وعكس ما كان في بعض الناس متخيله ان ليدز صاعد بعد 16 سنه غياب انه هيكون مستواه اقل او انه هيخسر بنتيجه وبفرق كبير من ليفربول حامل اللقب، لكن قدموا مباراه قويه. صلاح قدر ان هو يسجل ثلاث اهداف، بيفتح الموسم بتاعه بقى، وصراع الهداف هو بيبتدي فيه. بدأوا من بدري لان برضه فاردي بدأوا من بدري وسجل ضربتين جزاء، وبيحاول ان هو برضه يحافظ على اللقب يعني. لكن انا اتمنى طبعا انه في النهايه كمان نهايه الموسم نلاقي صلاح هداف الدوري الانجليزي، مش صعبه انه يعملها ان شاء الله. لا طبعا صلاح، وكمان خلينا نتكلم قبل ما اتكلم على صلاح، طبعا احرز يعني ثلاث اهداف، وده يعني بدايه سيزون، انك تعمل هاتريك في بدايه السيزون ده شيء مهم جدا. وفي الصوره شايفين يوجن كلوب معاه قد ايه فخور بيه. صلاح كمان يمكن افتكر طبعا، مؤمن يعني بالدعايه الاعلاميه الكبيره اللي قدمها، والمسانده كمان الانسانيه اللي بيقدمها صلاح من خلال حتى مبارياته في البريمير ليج على خارج الملعب. زي ما بقول دور مهم جدا صلاح بيقوم بيه، مش بس جوه 18 او جوه الملعب، لا كمان في دور اجتماعي بيقوم بيه صلاح من خلال حتى مساندته لمؤمن يعني طبعا عقليه محمد صلاح متطوره جدا، يمكن تسبقنا هنا في مصر بخطوه كعقليه كره قدم. لكن انه قدر انه يجتذب تعاطف كبير لمؤمن زكريا على مستوى العالم من حركه بسيطه عملها احتفالا بالهاتريك. كل الصحف اتكلمت عن مؤمن زكريا، عرفت حاله مؤمن زكريا، دعمته ليفربول، دعمه على السوشيال ميديا. اعتقد انه ده ذكاء من محمد صلاح. وزي ما حضرتك قلت، هو دور طبعا الصوره اللي المجتمع. دي الصوره اللي يعني كانت في جميع وسائل، مش الصحف الانجليزيه بس، على جميع وسائل العالم. على مستوى العالم يعني، حتى الارجنتين كتبوا في الواي سي، حتى مستوى الارجنتين يعني وصلت الارجنتين ان هم بيتكلموا عن مؤمن زكريا وعن حالته وعن تعاطف محمد صلاح معاه كزميل له في المنتخب الوطني وكده. فيعني شيء يشكر عليه محمد صلاح، ومش جديد، مش غريب عليه. صحيح. هنتكلم كمان على انطلاقة جديدة للنني. لو كنا اتكلمنا على انطلاقة يعني طبيعية، شايفة ان طبيعية لصلاح لحد كبير، لكن النني كمان ورجوعه للأرسنال والفوز 3-0 في اول مباراة، اعتقد دي كمان دفعة قوية جدا للنني انه كمان يثبت خلال الفترة اللي جاية انه يكون جدير كمان بقى انه يلعب ويمتد مشواره في البريمير ليج لسنوات طويلة. اعتقد انه النني يعني الظروف خدمته بشكل قوي جدا في عودته من فتره الاعاره لبشكتاش التركي، لانه الدوري التركي مش مناسب لمحمد النني. انت بدات في انجلترا في نادي كبير بتاخد بطولات، لابد انك تكمل. كان في مشكله مع المدرب قبل كده، دلوقتي المدرب اتغير، ارتيتا موجود. قال تصريح كويس جدا عن النني، قال هو ممكن يعني كان متخيل ان احنا مش واثقين قوي في قدراته، لكن ده مش حقيقي، هو ظهر بشكل كويس وهندعمه الفتره اللي جايه. مشاركته في مباراة الدرع الخيرية، ثم مشاركته في الانطلاق أمام فولم والفوز 3-0. الهدف الأول لكازيت ده جاء بداية الهجمة كانت عند محمد النني. كل ده دفعة معنوية للنني إن هو يكمل وإن هو يتمسك بفرصته مع أرسنال، لأنه مش هيفضل حاطط نفسه طول الوقت في خانة إنه في إعارة. طب النني أول واحد مرشح للإعارة، مش هيدخل يكرر نموذج الجندوزي اللي مستنيني يودوه أي حد. لا هو كمان يعني خلي بالك برضو كويس. عمر النني كمان خلي بالك بيخش في مراحل بقى سنية كمان، لا أنت لازم تثبت وجودك بشكل كبير، إنك تلعب أساسي بشكل كبير، وإن الثقة كمان اللي المدرب ادهاله دي لازم تنعكس عليه بالإيجاب في الملعب. يعني أنت كان عندك شوية مشاكل مع المدرب، قضيت سنة في الدوري التركي لا بأس، ما كانش فيها مشكلة، لكن كمان انك بترجع على مباراة السوبر اللي بنسميها مباراة الكاس الخيرية السوبر، بتعمل مباراة كويسة وبتحقق نتائج وبتبدأ مشوارك ببطولة، ده بيديله ثقة. واعتقد الفترة الجاية هنشوف نني بشكل افضل، ده ليه طبعا وكمان على مستوى منتخب مصر مكسب يعني، ده بالتأكيد طبعا. طيب حجازي الماتش الاول اعتقد انه مستوى حجازي اعلى من زمايله اللي لعبوا المباراة. يعني انا شايف انه حجازي اتظلم شويه مع سلافن بيليتش في الموسم اللي فات، لانه كان بادئ باصابه، كان بين الموسمين عمل عمليه في رجله، في ركبته اعتقد، وكان بعدها سلافن بيليتش استنى لحد ما رجع وما لعبوش، وبدا يتمرن كويس لحد ما جت فرصه ان بدا يحصل اصابات في خط ظهر ويست برومتش، لان موسم في الشامبيونشيب طويل جدا، فطبيعي في لعيبه بتبتدي ما بتتحملش الضغط انها تشارك بشكل مستمر مباراه كل 48 ساعه.
وبالتالي خد فرصته وظهر وادى اداء كويس جدا، رغم ان قبلها بفتره كنت بتكلم مع جاري تومسون وده من اساطير ويست برومتش، قال لي حجازي لو مش هيلعب لابد انه ياخد خطوه تانية، ده هو لسه السنه اللي فاتت في تشامبيونشيب، ياخد خطوه تانية بره النادي علشان يرجع تاني. كنت سامع حاجه كده ان هو تقريبا يعني مدافع كاميروني بالظبط، واتعرض على حجازي كذا حاجه، لكن حجازي لما كلمته قال لي لا، قال لي انا مركز وشايف ان احنا هنصعد وانا هكمل علشان نرجع بريمير ليج، وتحقق له مكان. لكن المباراه الاولى انا فوجئت بمستوى خط دفاع ويست بروميتش قدام ليستر 3-1 3-0 ويعني الاخطاء كتير جدا. واعتقد ان حجازي مستوى اعلى وانه يستحق انه يشارك، واعتقد انه برضه سلافن بيليتش مش هيطول على الوضع ده كتير، لا هو اكيد هيحاول ان هو يغير في التشكيل ويدي فرص علشان ينقذ نفسه، لانه غالبا سلافن بيليتش من المدربين اللي ممكن يبقى معرض للاقاله بدري. شفت مباراه يعني كل الناس كانت بتتكلم على الانتدابات تشيلسي الموسم دوت، بيعمل انتدابات اعتقد وصلت لمبلغ 225 او 220 مليون باوند، رقم كبير جدا من اكتر الانديه اللي انفقت موسم الانتقالات. شايف ازاي طبعا بدايته مع برايتون و 3-1 لامبرد طبعا بيقدم في رايي الشخصي الموسم اللي فات قدمه بشكل مقبول جدا، انت عارف السنه اللي فاتت اللي انت ما كانش ما عندهمش كان في يعني حرمان كان محروم من الصفقات اجراء الصفقات لكن اكيد ما خدش بطوله، وده يعني شيء بالنسبه لتشيلسي مش طبيعي، لكن وصل للتشامبيونز ليج السنه الجايه المركز الثالث. شايف ازاي مستقبل تشيلسي مع لامبرد الفتره اللي جايه؟ هي في النقطه اللي حضرتك قلتها انه التارجت بتاع تشيلسي السنه دي ايه، لانه ابراموفيتش اعتقد انه بعد الفلوس اللي بيصرفها هو منتظر تحقيق بطوله. صحيح. فاعتقد انه الموضوع هيبقى صعب شويه على لامبرد، انه هيبقى تحت ضغط طول الموسم. في حين انه لامبرد سنا صغير برضه في النهايه. تجربه ديربي كاونتي بالنسبه له كانت كويسه بدون ضغوط بالنسبه لامبرد، لكن مع تشيلسي الوضع مختلف، وخصوصا الموسم ده بعد الصفقات، خصوصا الصفقات اللي جابها من المانيا. الناس مستنية ان هم هيأدوا اداء قوي جدا. اعتقد ان الموضوع مش هيبقى سهل على لامبرد قوي. خبرته برضو بالنسبة لتدريب بريمير ليج تشيلسي بتنافس عاوز بطولة، اعتقد ان الموضوع لسه شوية هيبقى صعب، الا لو هو بقى هيقدم نموذج مختلف حاجة كده تعمل معجزة. طيب تعالى نطير لاسبانيا طب عبر سكايب، طبعا معانا اخوان كاب ديفيا، ده طبعا أسطورة من أساطير الكرة الأسبانية وحامل كأس العالم 2010 وأوروبا 2008، أسطورة من أتلتيكو مدريد، معانا دلوقتي على سكايب، بنرحب بيك في البيت الكبير في قناة النادي الأهلي. مستر خوان. هلا هلو. هاو ار يو؟ كلنا بخير الحمد لله. اهلا بيك معانا. كلمنا عن طبعا لما بنجيب سيره اسبانيا دايما بنتكلم على برشلونه، اجواء المحيطه بفريق برشلونه ورونالد كومان والمهمه الصعبه خلال الموسم الحالي لفريق برشلونه تحت قياده كومان، حضرتك شايفها ازاي؟ Bueno, ahora es una incógnita. La verdad que es una incógnita porque bueno, siempre que hay cambios. أعتقد أن مسألة التغييرات خاصة عندما تكون تغييرات مفاجئة لا نستطيع أن نتوقع. أنا الآن أتحدث من الجانب الآخر، من جانب نادي إسبانيول، وهو النادي أنتم تعرفون أنه النادي الخصم اللدود لبرشلونة، لذلك أنا أطلع على أخبار برشلونة كما أطلع عليها الآخرون، لكن ما حدث في برشلونة يعتبر صدمة وثورة في العالم الكروي في إسبانيا وفي أوروبا وليس في إسبانيا فقط. طبعا اكيد طبعا اسبانيول وبرشلونه من الانديه يعني ديربي هناك كبير جدا. طب ناخد رايك طبعا على مستوى المنتخب، يمكن حاصل على كاس العالم واوروبا 2008، شايف منتخب اسبانيا ازاي في بطوله اوروبا؟ التعادل مع المانيا 1-1 وطبعا كان الفوز على اوكرانيا 4-0، شايف برضو مشوار المنتخب الاسباني والكره الاسبانيه من خلال منتخب اسبانيا ازاي؟ بيان
Bueno, somos optimistas. نحن متفائلون من الواضح أن بعد الفوز بكأس العالم وكأس الأمم الأوروبية إلى آخره، أعتقد أن المنتخب الإسباني مثل كل المنتخبات الكبيرة ما يطلب منهم وما يتوقع منهم كبير. نحن نعرف الآن أن لويس إنريكي واحد أهم المدربين الموجودين في إسبانيا وسيحدث فارقا مع المنتخب الإسباني، لكن كرة القدم الآن على مستوى المنتخبات تتعافى في ظل الأزمات المتعاقبة التي تمر بها الكرة في كل العالم بسبب ما يحدث، لكني أعتقد أن إسبانيا وضعت قدميها على المستوى العالمي مرة أخرى وستظهر قريبا. صحيح، الكرة الأسبانية بشكل كبير بتظهر مرة أخرى، واضح من كلامه أنه في ثقة كبيرة جدا على المستوى الفنيين زي وعلى مستوى الصحافة لإنريكا مدرب المنتخب الأسباني، وأنه شايفين أن المرحلة الجاية هي المرحلة المناسبة وهي هيرجع تاني أو رجوع ألمانيا أسبانيا تاني على المستوى التصنيف الأول العالمي. بالفعل هذا ما نحاول عمله، لكن المسار ليس بالسهل. لويس إنريكي ما يقوم بفعل الآن هو تجميع أكبر قدر من اللاعبين المهمين واللاعبين الذين يمكن لهم أن يحدثوا فارقا. إسبانيا مليئة بالمواهب، ولويس إنريكي أعتقد أنه يقوم بإدارة هذا الأمر على أحسن ما يكون، فهو موهوب بصرف النظر عن الظروف السيئة التي تواجهها صناعة كرة القدم في كل أنحاء العالم، لكن مسألة الكوفيد 19، لكن جميعنا هنا في إسبانيا نضع ثقتنا في لويس إنريكي ونحن نعرف أنه على قدر هذه المسؤولية. معنا طبعا صديق شخصي لي طبعا عمر البنوبي بيقول له مساء الخير وعايز برضو يوجه له سؤال. أولا يعني أنا سعيد بوجود مستر خوان كابديفيا هنا على قناة النادي الأهلي وفي مصر ونتكلم لجمهور الكرة المصرية. أنا حابب أسأل سؤال لأنه يمكن دربك مدربين كتير جدا في مشوارك مع كرة القدم، كنت أفضل ظهير أيسر في العالم لوقت كبير من الأوقات مع منتخب أسبانيا، دربك مارسيلو بيلسا في الأندية اللي أنت لعبت فيها، لعبت في ريال، أتلتيكو مدريد، ديبورتيفو لاكرونيا، مع أجيال قوية جدا. مارسيلو بيلسا تحديدا كحالة تدريبية، وشفت ازاي انطلاقته في البريمير ليج بعد ما صعد بليدز يونايتد، واول مباراه انه كان ممكن يتعادل مع ليفربول حامل اللقب. مارسيلو بيلسا كمدرسه تدريبيه انت ايه رايك فيه، وشايف هل ممكن يحقق حاجه مع ليدز يونايتد في الدوري الانجليزي مركز كويس السنه دي؟ أعتقد أنه أننا لا يمكن أن نتحدث عن أننا نعيد اكتشاف مارسيلو، لأن مارسيلو بالفعل منذ زمن طويل بدأ بالمناسبة هو أحد كبار المدربين الذين أحدثوا أساليب جديدة في كرة القدم وفي وسائل التدريب. أعتقد أنه مدرسة، وأنا أتمنى له كل التوفيق في مهمته، أن يعود مرة أخرى بليدز من الدرجة الثانية للدرجة الأولى، وأعتقد أنه سيقدم ليدز في ثوب جديد وفي أداء جديد، وأنا أتوقع أنه سيكون له موقعا متقدما في جدول الدوري الإنجليزي. وده طبعا شفناه من خلال أول مباراة أمام ليفربول، قدم أداء رائع وفي اعتقادي الشخصي كان يستحق على الأقل نقطة، لكن الدوري الإنجليزي مليان مفاجآت. لكن نروح للدوري الأسباني، توقعاتك إيه للدوري الأسباني السنة دي؟ طبعا من بدري نقول مين البطل، لكن في هناك مؤشرات بتقول إن ممكن جدا برشلونة والمشكلة مع ميسي ممكن تأثر على أداء كومان من خلال الموسم دوت. حضرتك شايف الدوري الأسباني إزاي السنة دي، وتأثير مشكلة ميسي على أجواء كاتالونيا بشكل كبير؟ pues
القدر ما قدر الأثر الذي ستتركه هذه المشكلة مشكلة ميسي لا نستطيع أن نتوقعه، لكني أعتقد أن المسألة لها تأثير كبير. برشلونة فريق الفريق الأهم أو أحد الفريقين الأهم في الدوري الإسباني، برغم أنه خرج خاسرا هذا العام من وخال الوفاض من جميع المسابقات، لكن نحن نريد أيضا أن نحدث تغييرا في الدوري الإسباني. لقد سئمنا وجود فريقين فقط أو ثلاثة فرق أو أربعة فرق على أكثر تقدير. نحن نريد أيضا أن تتنوع الوجوه الموجودة والأبطال الموجودة على منصات التتويج، وألا يقتصر الأمر على البارسا فقط أو مدريد. لكن أعتقد إذا ما رجعنا إلى سؤالك مرة أخرى، إذا ما بدأ البارسا بثقة واستطاع الفوز في أول مباراة أو أول مبارتين، سيستطيع اجتياز كل ما حدث من مخاض صعب في الفترة السابقة. في سؤال كمان، يعني أنت لعبت كاب ديفيا، لعبت مع جيل قوي جداً في ديبورتيفو لاكرونيا. الجيل ده كان عمل مفاجأة، هي مفاجأة القرن في أسبانيا وقتها، وقدر يفوز بالليجا سنة 2000. لكن هل تتوقع أن المفاجأة دي ممكن تتكرر تاني بعيد عن أتلتيكو وريال مدريد وبرشلونة؟ هل ده وارد أن ممكن نشوفه السنة دي، ولا فوارق المالية والفوارق الاقتصادية بين الأندية الكبيرة والصغيرة في أسبانيا ممكن يكون له تأثير؟ بالفعل في عام 2000 ديبورتيفو لاكورونا كان أحد أهم الأندية واستطاع الفوز بالفعل، ثم بعد ذلك في ريال. لكن أعتقد أن هذه التجارب تعتبر متفردة في الدوري الإسباني، ومن الصعوبة بمكان أن يصعد فريق آخر من الفرق المغمورة لانتزاع الدوري من الثلاثة أو الأربعة فرق، وهذه مأساة بالمناسبة وكارثة على الكرة الإسبانية. نحن نريد أن يكون هناك مسابقة للدوري أكثر تشاركية، وأن يطمح ويطمح الجميع في انتزاع اللقب. طبعا اكيد على المستوى المهني بتابع محمد صلاح وتفوقه في البريمير ليج، وكان في بعض الاخبار خلال الاسبوع اللي فات احد اصدقاء رونالد كومان كان قال ان رونالد كومان يريد صلاح في برشلونه. هل في اخبار حقيقيه عن انتقال محمد صلاح الفتره اللي جايه لاسبانيا في الدوري الاسباني من خلال برشلونه؟ أنا أتمنى أن يأتي إلينا أفضل اللاعبين في العالم، وصلاح أحدهم، لا, 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 لا شك في ذلك. وللأسف الشديد عندما تركتنا النجوم المميزة مثل كريستيانو ونيمار إلى آخره، خسر الدوري الإسباني. لذلك نحن علينا أن نجتذب أهم اللاعبين الموجودين، محمد صلاح أحدهم وبلا شك في ذلك. تفضل عمر، آخر سؤال لك عمر. لا تمام خلاص، أنا ما عنديش أسئلة. طيب. كابتن إحنا طبعا بنشكره شكرا جزيلا، ونتمنى له كل التوفيق، نتمنى طبعا للكرة الأسبانية التقدم، وكمان على المستوى المنتخب الأسباني كل التوفيق. كان معانا طبعا عبر سكايب دي خان دي فيا، طبعا أسطورة أتلتيكو مدريد وعلى مستوى منتخب أسبانيا، حاصل على كأس العالم 2010 وبطولة أوروبا 2008. شكرا جزيلا لحضرتك. أشكركم جميعا، أشكر القائمين على البرنامج، على شكرا جزيلا، وكان من دواعي شرفي أن أكون معكم في هذا البرنامج في هذه السهرة. شكرا. شكرا لي. شكرا لي. جراسي. شخصية محترمة جدا، وزي ما أنت بتقول يعني هو كمان شايف إن رحيل بعض النجوم، يعني كان رحيل ميسي كان أكيد هيأثر على مستوى الدوري الأسباني، على الماركتينج وكل حاجة، وكمان وبيتكلم على رحيل رونالدو أثر بشكل كبير حتى على القيمة التسويقية للدوري الأسباني. بالضبط، يعني هو طرح قضيتين مهمين قوي.
انه الانديه الصغيره لو مش تقدر تنافس ده كارثه على الكره الاسبانيه، لابد ان الدوري يكون في منافسه، ما يبقاش الدوري زي اسكتلندا فرقتين فقط. النقطه الثانيه حته القيمه التسويقيه او قيمه لاليغا في عدم وجود النجوم، هو يعني طرح فكره انه كريستيانو خرج، نيمار خرج، ميسي خلاص بشكل نهائي، اعتقد انه ده هيكون اخر موسم مفيش كلام، وبالتالي الموضوع هيبقى صعب قوي بالنسبه لحتى عوائد البث في الدوري الاسباني هتقل بعد ما كانت وصلت انها بتنافس الدوري الانجليزي وبقت في المركز الثاني، اعتقد انها هتقل لصالح الدوري الايطالي. الدوري الايطالي اعتقد انه هيكون البث بتاعه هيتعظم الفتره اللي جايه. وبرده معلومه عمر بتتكلم على القيمه التسويقيه للانديه، كان ريال مدريد وبرشلونه من التوب يعني بالزبط. من اوائل الانديه دلوقتي على مستوى الانديه، ريال مدريد على مستوى التسويق في المركز الخامس بقيمه تسويقيه 930 مليون يورو، بتتكلم طبعا نمره واحد بتتكلم على المان سيتي مليار و400 مليون يورو، تتكلم نمرة 2 ليفربول مليار و200 مليون، تتكلم على برشلونة مليار و200 مليون، تشيلسي ب 930 مليار يورو، ريال مدريد 930، البايرن في المركز السادس، مان يونايتد، باريس سان جيرمان، اتلتيكو مدريد، وتوتنهام على مستوى القيمة التسويقية للأندية العالم رقم 10. فأكيد زي ما أنت بتقول القيمة التسويقية بتفرق جدا جدا من حتى من نادي أو من خلال بلد البلد. نجم ممكن يعمل فرق، أعتقد هو دلوقتي برشلونة في المركز الثالث، أعتقد هو ميسي اللي عامل ده فعلا، هو اللي عامل الفرق، عامل الفرق الرهيب، لأنه حتى العقود معظم عقود رعاية برشلونة عالية بسبب ميسي. النقطة الملاحظة المهمة على الإحصائية اللي حضرتك طرحتها، إحصائية هايلة، توتنهام في المركز العاشر رغم إنه ما عملش تعاقدات الموسم اللي فات وبنى استاد جديد، وليفربول ما عملش يمكن تعاقد، تعاقد واحد كونستانتينوس تسيميكاس وهو ده لاعب يوناني ب 13 مليون من باناثينايكوس يعني. لكن الفكره نفسها توتنهام ازاي اقتصاديا يقدر انه ما يجيبش لعيبه ويبني استاد جديد ويبقى في المركز العاشر على مستوى القيمه التسويقيه؟ ده نوع اعتقد محتاج دراسه ومحتاج ان احنا نتكلم في الموضوع ده الثلاث الجاي، نتكلم في الموضوع يعني ده الثلاث الجاي نطرحه، نطرح جزء اقتصادي شويه، نطرح جزء اقتصادي الناس ازاي دي بتشتغل، وان ازاي انديه الكره بره بتكسب فلوس، وبتكسب فلوس كتيره جدا من خلال حاجات كتير جدا، انت اكيد عارف كواليسها بشكل كويس. وصلنا للنهايه، انا مش عايز اخلص معاك، لكن دي نهايه لقائنا معاك يا عمر، ان شاء الله مستنينك يوم الثلاث الجاي، وحوار ممتع دايما زي ما بنتمتع معاك في كل حوار. اشكرك كابتن هاني، شرف ليا، شكرا جزيلا. شكرا ليك. دي كانت نهايه الفقره الثانيه، عندنا فاصل ونستقبل نجمنا الكبير الكابتن ياسر رضوان.